نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. وجدت من إنسان تهاون بالصلاة، إما في إقامتها مع الجماعة وإما في إقامتها في أوقاتها، فالواجب عليكم أن تنصحوه وأن تحذروه من ذلك، لأن المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذا وجدتموه منحرفا في سلوكه لا قدر الله، فالواجب عليكم أن تقيموه وأن تنصحوه، لأن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وليس من الأخوة الإيمانية أن ترى أخاك في تقصير في الواجبات أو في تماد في المحرمات أن تتركه تفترسه الأهواء والشياطين، بل الواجب أن تنصحه بقدر المستطاع وأن تتابعه أيضا، فإن النصيحة لا شك أن لها تأثيرا، لكن لا بد من المتابعة. أرأيت لو غرست شجرة وأغدقت عليها الماء في أول الأمر ثم تركتها، أتبقى هذه الشجرة؟ الجواب لا تبقى، لا بد من متابعة سقيها حتى تنمو وتقوم بنفسها.